الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الأمر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار. الأمر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار، لا يفيد التكرار، بمعنى أنه أن المأمور يخرج عن العهدة بفعل الأمر مرة واحدة، فمن أوجب علي أن أفعل الأمر مرة أخرى أو ثالثة أو رابعة فهو مطالب بدليل التكرير. فالأصل في الصيغة أنها يكفي فيها مرة واحدة، فمن أراد مني أن أكرر فعليه الدليل. وأشرح أكثر من باب التوضيح، أقول اسمعوا يا أخوان، صيغة الأمر باعتبار التكرار من عدمه لا تخلو من ثلاثة أقسام: صيغة أمر قرنت بإفادة المرة، وصيغة أمر قرنت بإفادة التكرار، وصيغة أمر أطلقت لا عن المرة ولا عن التكرار. فصيغة الأمر المقرونة بمرة، الحج مرة فما زاد على ذلك فهو تطوع، هذه تفيد المرة إجماعا. الأمر المقرون صيغته بما يفيد التكرار، هذه تفيد التكرار إجماعا، كقوله خمس صلوات كتبهن الله في على العباد، خمس صلوات في كل يوم وليلة، ولا لا يا جماعة؟ خمس صلوات، إذن في قرينة تفيد ماذا؟ التكرار. فإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي يتكرر التطهر بتكرر الجنابة. طيب، إذن لا نبحث في الصيغة الأولى ولا نبحث في الصيغة الثانية، وإنما نبحث في ماذا يا إخواني؟ في الصيغة الثالثة، وهي الصيغة المجردة عما يفيد المرة أو عما يفيد التكرار. فهل الصيغة المجردة تفيد المرة ولا تفيد التكرار؟ الجواب تفيد المرة، تفيد المرة. وبناء على ذلك اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، أريقوا على بول الأعرابي سجلا مما، كلمة أريقوا صيغة أمر، فهل يكتفى في تطهير الأرض النجسة إراقة واحدة أو لا بد من تكرار الإراقة؟ الجواب يكتفى بالإراقة عليها ما إراقة واحدة تعمم عينا النجاسة ويكفي، لأن الأمر في قوله أريق لا يقتضي التكرار. وبناء على ذلك فقول الحنابلة تغسل الأنجاس ثلاثا لا بد من دليل على هذا التكرار، هم يستدلون بقوله أريق، فنقول أريق صيغة أمر أطلقت عن القرينة، ولا صيغة الأمر المطلقة عن القرينة لا تفيد التكرار. كذلك اختلف العلماء فيما لو بال الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام لشهوة على ثوبك، تريق على بوله كم من مرة؟ مرة واحدة. هم استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ينضح من بول الغلام، ينضح هذه صيغة أمر، ينضح من بول الغلام، فقالوا بما أنها صيغة أمر إذن أقل ما يكتفى فيه من النضحات ثلاثة، وهو رواية نعم نقول العلماء يعني ما أخذوا. ليش؟ لأن صيغة الأمر عندهم تفيد التكرار، ولكن في أصح القولين أنه يكتفى بالنطح مرة تعمم عين النجاسة ولا يشترط التكرار في ذلك. فإذا متى ما رأيت صيغة الأمر في الكتاب والسنة قد أطلقت عما يفيد المرة أو يفيد التكرار فاحملها مباشرة على المرة الواحدة، لأن التكرار شيء زائد على مجرد الأمر، والشيء الزائد يحتاج إلى دليل زائد أو دليل آخر، الشيء الزائد يحتاج إلى دليل زائد.